لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد، لازلنا في باب توحيد الألوهية من كتاب منة الرحمن، ووصلنا إلى أنواع التوسل في الدعاء. قلنا التوسل في الدعاء ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل غير مشروع. قلنا توسل مشروع والتوسل في الدعاء بأسماء الله وصفاته وبالعمل الصالح أو ذكر العمل الصالح وبدعاء العبد الصالح. طيب، الدعاء غير المشروع اللي هو ثلاث درجات. قلنا الدرجة الأشد اللي هو التوسل الشركي اللي هو بدعاء غير الله، عايز يقضي حاجته، فبدل ما يسأل ربنا يروح يسأل إيه؟ مخلوق من المخلوقات، فده كده توسل شركي، حكمه شرك أكبر ناقل عن ملة، صاحبه خارج عن ملة الإسلام. طبعا ده حكم الفعل كفعل، لكن الشخص المعين قبل إسقاط حكم التكفير عليه بعينه لابد من استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. تمام، لابد من التأكد أولا من استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه، لكن الفعل ده فعل كفري، فعل شركي، الشرك الأكبر. تمام. طيب، القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التوسل غير المشروع هو التوسل البدعي، اللي هو بدعة باتفاق، اللي هو يروح يطلب من الميت أن يدعو الله عز وجل له: يا فلان أدعو الله أن يغيثني، يا فلان أدعو الله أن يرزقني، وفلان ده ميت. تمام، فده خطاب للميت بما لا يشرع، وهو بدعة باتفاق، وهو أيضا ذريع على الشرك الأكبر، فيكون شركا أصغر. القسم الثالث أو النوع الثالث وده اللي وقفنا عنده، اللي هو التوسل بذوات المخلوقين، يعني يدعو الله عز وجل، يتوجه بدعائه إلى الله مباشرة، فده مش زي القسم الأول اللي بيدعو غير الله، ولا زي القسم الثاني اللي بيروح يطلب من الميت أن يدعي له ربنا، لا، ده هو بيخاطب الله تبارك وتعالى، بيتوجه إلى الله عز وجل بدعائه، لكن يسأل الله بالمخلوق: اللهم بفلان اغفر لي ذنبي، أو بحق فلان اغفر لي ذنبي، أو بجاه فلان اغفر لي ذنبي. يعني بيسأل ربنا، بس بيسأله متوسلا إلى الله عز وجل بمخلوق من المخلوقات. تمام، فده كده حكمه. بنقول فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف ده خلاف سائر، والصحيح أنه بدعة، الصحيح أنه غير مشروع. تمام، يبقى تاني القسم الثالث من أقسام التوسل في الدعاء غير المشروع، في خلاف بين أهل العلم سائر هو مشروع ولا غير مشروع، والراجح أنه غير مشروع، الراجح المانع منه أنه بدعة. تاني صورته أن أنت تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، تسأل الله عز وجل لقضاء الحاجات متوسلا بذات المخلوق أو بجاه المخلوق. سين سؤال: جاه المخلوق، هو المخلوق أصلا ليه جاه عند ربنا؟ ينفع يبقى مخلوق عبد من عباد الله ونقول هو ليه جاه عند الله؟ ينفع دي ولا ما ينفعش؟ ينفع، ده ربنا نص على ذلك في القرآن لعبدين كريمين، مين؟ موسى وعيسى عليهما السلام. ربنا عز وجل قال في موسى: وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فممكن عبد يكون له جاه عند الله تبارك وتعالى، ومنزلة ومكانة، هو كلمة جاه بمعنى ايه؟ المنزلة والمكانة. تمام؟ فالتوسل إلى الله عز وجل بجاه العبد أو بذات العبد ده في خلاف بالعلماء، والأرجح المنع منه وأنه بدعة. تمام؟ طيب ليه الأرجح المنع منه وأنه بدعة؟ أولا لترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ثم لترك الصحابة ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. بص كده في أدعية القرآن، ربنا حكلنا أدعية الأنبياء والصالحين قبل أمتنا، هل فيهم قط من توسل إلى الله عز وجل بعبد من عباده؟ ما حصلش. طيب شوف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودي محفوظة في السنة وحفظها أهل العلم في كتب الأذكار والأدعية، هل فيها قط أن النبي صلى الله عليه وسلم
توسل بإبراهيم أو توسل بجبرائيل أو توسل بموسى وعيسى وآدم أو غيرهم؟ لم يرد ذلك قط. طب هل الصحابة رضي الله عنهم هل توسلوا بأبي بكر أو بعمر أو بغيرهم من الصالحين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ لم يحدث قط. بل المشهور عن الصحابة تعمد ترك ذلك، مثل القصة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة في توسل الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس، إن كانوا إذا قحطوا، يعني في رواية الإسماعيلي في المستخرج إن كانوا إذا قحطوا، يعني كانوا إذا قحطوا، الحديث صحيحين في صحيحين، لكن كانوا إذا قحطوا دي يعني تدل على التكرار، مش مرة، لا ده الموضوع تكرر مرة واثنين وثلاثة. كان عمر بيعمل إيه؟ يقدم العباس ويقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. يبقى كانوا في زمن الرسول في حياته يتوسلون إلى الله عز وجل بالرسول. إيه معنى توسلهم إلى الله بالرسول؟ يعني بدعاء الرسول. ما احنا هنا من التوسل المشروع التوسل بدعاء الحي الصالح، تمام؟ هم في حياتهم لما كان يصيبهم القحط كانوا بيتوسلوا بالرسول. طب كيفية التوسل دي ثبتة في السنة، حديث المشهور حديث الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة فاشتكى له إن الجدب وتأخر المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهو على المنبر جاءت سحابة مثل الترس فإيه نزل المطر في فوره من فوره، ظلت تمطر أسبوعا كاملا. الجمعة التي تليها جاء نفس الرجل: يا رسول الله هلكت الديار والمطر كثير خالص غرق كل حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فإيه اللي حصل؟ انقشعت فورا، تمام؟ فيبقى كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتي عبارة عن إيه؟ عبارة عن توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا التوسل به أي بدعائه لعدم إمكان ذلك. هو مات خلاص صلى الله عليه وسلم، هيدعي لهم إزاي دلوقتي؟ مش هينفع. فتركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بالأحياء، فأولى الأحياء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من الصالحين اللي منهم العباس رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم العباس ليدعو بهم ليستسقي به. طيب لو كان معنى إنا كنا نتوسل إليك بنبينا زي ما البعض كده بيفهم خطأ، لو كان معناها التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا ترك الصحابة التوسل بذاته؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في قبره الشريف. الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأنبياء أحياء في قبورهم، يعني أجسادهم لا تبلى باقية، فذاته موجودة. فكان إيه المانع إن عمر والصحابة يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش أي مانع، وهم محتاجين جدا المطر، قحط، الماء سر الحياة. احنا مش بنتكلم في حاجة ترفيهية ولا تحسينية، بنتكلم في الخلق بيموتوا، فأنا دلوقتي مضطر عايز اللي جابت الدعاء دي بأقرب طريقة. فهنا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ومع ذلك الصحابة عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بمين؟ بالعباس. فدل ذلك على أن التوسل بذات المخلوق غير مشروع، وإن المشروع هو التوسل بدعاء العبد الحي الصالح. واضح ولا ايه؟ بعض الناس يقول لك عمر بن الخطاب عمل كده مره بس عشان ايه؟ عشان يدل على جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. يعني الناس كده يعني دماغها تحس ان هي معوجه، يعني دليل صريح واضح جدا ان هم خلاص ما ينفعش دلوقتي نتوسل بالنبي لان النبي مات. كنا نتوسل اليك بنبينا يعني في زمنه، فالان مات، فصرنا نتوسل بمن؟ بالحي العباس رضي الله عنه. واضح جدا الحديث، بس في ناس دماغها معوجة اللي هو ايه اشرب في قلبه البدعة، فيقعد يلف ويدور عشان يوصل لبدعيته، برضو عايز يتوسل بالمقبورين. فيقول لك لا، التوسل بالمقبورين جائز، وكل الفكرة ان عمر عمل كده المرة دي عشان يقول للناس ان ينفع، يعني ان انت ينفع تسيب الاحسن وتروح للاقل، تسيب الفاضل وتروح للمفضول. طبعا ده خلاف ظاهر الحديث، تمام؟ كنا، يعني هو لو بيتكلم على ان دلوقتي ينفع بس احنا هنعمل كذا، ما قالش كنا في الماضي، ده هو بيقول كنا وصرنا، يبقى كانت حاجه تنفع زمان او بنعملها زمان دلوقتي ما بنعملهاش. ثم كما ذكرت في روايه
إنه وكانوا إذا قحطوا، يعني ده أمر متكرر تمام. وحدث أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه في الشام أن الناس قحطوا، فجمع الناس وتوسل بالأسود بن يزيد تمام، وده من سادات التابعين بل كان مخضرما. فيبقى ده أمر معهود عند الصحابة، مش بس عمر اللي عمل كده، عمر ومعاوية وغيرهم كان الأمر ده مشهور عند الصحابة، إن هم لما يجوا يتوسلوا يتوسلوا بإيه؟ بدعاء الحي، مش يروحوا يتوسلوا بواحد إيه؟ ميت. واضح؟ تمام. يبقى بنقول التوسل بذات المخلوق غير مشروع على الراجح من أقوال أهل العلم مع إثبات الخلاف في هذه المسألة. ليه؟ لترك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. وبنقول إن المشهور عن الصحابة أيضا تعمد ترك ذلك، كما في قصة عمر مع العباس ومعاوية مع الأسود بن يزيد. واضح؟ طيب ليه بنقول المشهور عن الصحابة تركه؟ لأن وارد رواية إسنادها ضعيف فيها إن أحد الصحابة دل إلى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة اللي هو عثمان بن حنيفة رضي الله عنه. إيه القصة؟ القصة إحنا خدناها المرة اللي فاتت، اللي هي قصة ثابتة صحيحة رواها الترمذي ورواها أحمد في المسند ورواها الحاكم في المستدرك، صحاح الترمذي وصحاح الحاكم وصحاح الذهبي وصحاح الألباني وصحاح جمع من أهل العلم، اللي هي أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر؟ قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، وفي رواية بل ادعو أنا مش قادر استحمل ادعو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده يدل على أن طلب الدعاء من الآخرين في أمور الدنيا خلاف الأول، ودي هتيجي لسه معنا المسألة دي. المهم ايه، الراجل أصر لا ادعي لي، فالناس أمروا بأمر عجيب. قال له فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني فيه. حديث ده كده صحيح، في زيادة ضعيفة لسه هنقولها بعد شوية، بس لغاية كده ده صحيح، وده يدل على مشروعية التوسل بدعاء الحي الصالح. يعني الراجل ده دلوقتي لما قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، بنبيك إيه المقصود منها؟ بدعاء نبيك. هو في أول الحديث بيقول له إيه؟ أدعو الله أن يكشف لي عنه، قال بل ادعوه. يعني هو دلوقتي إيه؟ إيه اللي هو بيوجهه لربنا؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو دلوقتي بيتوسل إلى الله بهذا الدعاء الحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، بك دي معناها إيه؟ بدعائك أن يكشف لي عن بصري. ثم قال اللهم شفعه في وشفعني فيه. شفعه في صريحه إنه أصلا بيشفع، يعني بيدعو ربنا. طب وشفعني فيه برضو صريحة في إن الأمر عبارة عن توسل بالدعاء. ليه؟ شفعني فيه، وأنت بتشفع في ذات الرسول إن هي تبقى مقبولة عند ربنا، ذات الرسول مقبولة، أو ما أنت بتشفع في إيه؟ إيه اللي ممكن يقبل أو لا يقبل؟ دعاء الرسول. أصل دعاء الرسول ممكن يستجاب ممكن ما يستجابش، خلي بالك دعاء الأنبياء مش كله مستجاب، دعاء الملائكة مش كله مستجاب. مش الرسول صلى الله عليه وسلم دعا اللهم لعن فلانا وفلانا ثم نزل قول الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يبقى دعاء نفسا باللعن على هؤلاء لم يستجب. الملائكة مش بتدعي، لما أنت تقول تدعي لأخيك بظهر الغيب الملك بيقول الله آمين ولك بمثل، هل كل مرة بيحصل لك الحاجة أنت دعيت بيها ولا ممكن يحصل ممكن ما يحصلش؟ يبقى مش كل دعاء الأنبياء مستجاب ولا كل دعاء الملائكة مستجاب. فأنت دلوقتي دعاء الرسول ده ليك إن ربنا يكشف ليك عن بصرك، هل انت عارف انه مستجاب؟ لا، ده انت بتطلب من ربنا بقى ايه، يا رب اللهم شفعني فيه وشفعه فيا وشفعني فيه. شفعه فيا يعني اقبل شفاعته فيا، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي ان يكون دعاءه لي مستجابا. واضحه ولا ايه؟ كل ده صريح في ان في دعاء، وان القصه كلها عباره عن توسل بالايه؟ بالدعاء. تمام.
في زيادة بقى وردة اسنادها ضعيف أن رجلا في زمن عثمان رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم موت أبي بكر موت عمر وتولي عثمان بن عفان رضي الله عنه خلافة المسلمين، كان رجل له حاجة عند عثمان، فأتى عثمان بن حنيف اللي وراوي الحديث ده، فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضة، يعني روح مكان الوضوء، فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن يقضي لي حاجتي، ثم أصبح فأتى عثمان بن حنيف عثمان بن عفان فقضى حاجته، فأخبر عثمان بن حنيف أن عثمان رضي الله عنه قضى حاجته. طيب أولا بنقول الزيادة دي إسنادها ضعيف، طيب وإن صحت فهي اجتهاد من عثمان بن حنيف رضي الله عنه خالف فيه من هو أفقه منه من الصحابة وأخطأ في اجتهاده رضي الله عنه. تاني بنقول الزيادة دي دلوقتي اللي حصل فيها ان هو دلوقتي ده بعد وفاة الرسول، يبقى توسل بايه؟ بذات الرسول صلى الله عليه وسلم مش بدعاء، لانه خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فده الزيادة دي اللي فيها هو توسل بذات الرسول، عشان كده بنقول المسألة فيها خلاف بين اهل العلم بسبب الزيادة دي، لكن الزيادة دي اسنادها ضعيف فعشان كده على الراجح لا يحتج بها، ولو صحت حتى لو اسنادها صحيح بنقول ان ده عبارة عن اجتهاد من عثمان اخطأ فيه. اخطأ فيه ليه؟ بنقول اخطأ فيه الخطأ واضح حتى في الرواية نفسها، عثمان بن حنيف اضطر انه يلغي اخر الدعاء، هو اخر الدعاء ايه؟ اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، لغاه ليه؟ ميمشيش خالص مع القصة، ميمشيش خالص مع دلوقتي شفعه فيه ومفيش دعاء، شفعني فيه ومفيش دعاء، انا بتوصل بذاتي، فاضطر عشان يمشي مع الحدث انه يلغي الجزء الاخير من الدعاء، فده كل فده اصلا دليل في الروايه نفسها ان الاجتهاد ده اجتهاد خاطئ، ثم قد خالف في هذا الاجتهاد من هو افقه منه من الصحابه وهو عمر رضي الله عنه، والجمع الذي شهد مع عمر توسلهم بالعباس رضي الله عنه وقول عمر رضي الله عنه اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. واضح ولا ايه؟ لكن لورود هذه الروايه وان كان اسنادها ضعيفا نقول الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف سائغ. تمام؟ ماشي. عشان كده العبارة الدقيقة للتعبير عن مذهب الصحابة في هذه المسألة أن يقال المشهور عن الصحابة تركه، ترك التوسل بإيه؟ ودي عبارة شيخ الإسلام وما أدقها من عبارة. كان ممكن يقول إيه؟ إن الصحابة بإجماعهم تركوه، وده صحيح. بس الإجماع هنا إجماع ظني، لأن وارد رواية ضعيفة. تمام؟ هو فعلا في زمن عمر اتفقوا على ترك ذلك، والزيادة دي حصلت في زمن مين؟ عثمان بن عفان، ففي إجماع فعلا. ثم الزيادة دي أصلا إسنادها ضعيف، يعني أصلا ممكن تكون ما حصلتش، يعني إسنادها ضعيف فلا أعلم حصلت ولا ما حصلتش، فلا ينافي ما ثبت بإسناد صحيح غاية في الصحة إن الصحابة في زمن عمر تركوا ذلك. فممكن واحد يعبر يقول إيه؟ الصحابة بالإجماع تركوا ذلك، وممكن واحد يقول لا ده الصحابة اختلفوا في ذلك، لا هو الخلاف مش ثابت ضعيف. فالعبارة الدقيقة انه احنا نقول ايه؟ المشهور عن الصحابة تركوه. تمام؟ طيب فبنقول عشان كده لا لترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ولأن المشهور عن الصحابة أيضا ترك ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، نقول لذلك أن التوسل بذوات المخلوقين بدعة على الراجح من أقوال أهل العلم. واضح؟ تمام. تعال نعيد كده، لو قلنا لكم كده حكم التوسل بالصالحين، احنا خلاص خدنا التوسل المشروع ثلاث أنواع، التوسل غير المشروع ثلاث أنواع أو ثلاث درجات حفظناهم، مش كده؟ المفروض أن حفظناهم. التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته بذكر العمل الصالح بدعاء الرجل الصالح، غير المشروع التوسل الشركي اللي هو بدعاء غير الله، توسل بدعي بطلب الدعاء من الأموات، توسل اللي مختلف فيه خلاف سائغ والراجح المنع منه اللي هو توسل بذوات المخلوقين. تمام. طيب دلوقتي لو هسأل سؤال تاني بقى هنعيد ترتيبة جديدة، لك حكم التوسل بالصالحين ايه؟ لا بالصالحين حكمه ايه؟ تقول الكلمة دي محتملة عدة احتمالات. الاحتمال الأول
توسل بالصالحين بمعنى ان انا ادعوهم من دون الله، وده شركة اكبر وبيقولوا عليه توسل بالصالحين. الاحتمال الثاني التوسل بالصالحين بمعنى طلب الدعاء منهم وهم اموات، وده حكمه بدعة باتفاق وشركة اصغر. الاحتمال الثالث التوسل بالصالحين بمعنى طلب الدعاء منهم وهم احياء، حكمه جائز، لكن اذا كان في امر الدين فهو مستحب، واذا كان في امور الدنيا فهو خلاف الاول. يعني تطلب من واحد يدعي لك، واحد حي، تطلب منه يدعي لك مطلقا او يدعي لك في امر الدين، ده مستحب مشروع. لما تطلب منه يدعي لك في امور الدنيا ده ايه؟ خلاف الاول. الاحتمال الرابع توسل بالصالحين بمعنى التوسل بذاتهم او جاههم، ودي بقى نقول فيها ان هي فيها خلاف سائغ بين اهل العلم، والراجح المنع من ذلك. تمام كده؟ تاني الاحتمالات الاربعة للتوسل بالصالحين. رقم واحد توسل بهم بمعنى دعائهم، وده بمعنى دعائهم، وده شركة اكبر. اتنين التوسل بهم بمعنى طلب الدعاء منهم وهم اموات، وده شركة اصغر. احتمال التالت طلب الدعاء منهم وهم احياء، وده حكمه جائز، لكن نفصل. لو بتطلب الدعاء من الاحياء الصالحين مطلقا كده ده مشروع مستحب، او لو مقيد بامر الدين برضو مشروع مستحب، انما لو مقيد بامر الدنيا ده خلاف الاول. تاني هتطلب من واحد يدعو لك ده مستحب، زي ايه كده؟ زي حديث اويس القرني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستغفر لك، يعني سيد التابعين ده اويس القرني، رجل بر بامي من صفتي كذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان استطعتم او ان استطاع احدكم مروه فليستغفر لكم، يعني لو قدرتوا قولوا له يستغفر لكم، الراجل المستجاب الدعوه. فالناس طلب منه ان هو طلب من الصحابه ان هو اللي يلاقيه يقول له يدعي له، يدعي له بالمغفره اللي هو الاستغفار يعني. فده يدل على ان طلب الدعاء من الاخرين مستحب. في حديث عكاشه رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم، عكاشه بن محصن رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب، في اخر الحديث عكاشه قال ايه؟ يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. تمام؟ فيبقى طلب الدعاء في امر الدين من الاخرين في امر الدين مشروع مستحب. ده عكاشه اللي طلب الدعاء في امر الدين ده من السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير ايه؟ بغير حساب. تمام؟ يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، الى اخر الادله اللي قلناها في الايه؟ في التوسل بدعاء الحي الصالح، زي دعاء عمر والصحابه توسلهم بدعاء العباس وهكذا. فده كله يدل على ايه؟ على ان طلب الدعاء من الاخرين في امر الدين مستحب، اما في امر الدنيا فهو خلاف الاولى. ايه الدليل عنه خلاف الاولى؟ حديث المراه السوداء التي كانت تسرع وكانت تتكشف، وحديث الاعمى. المراه السوداء لما طلبت من نفسها ان هي ايه؟ لا تسرع، ان هو يدعو لها بحيث ان هي تشفى من مرض الصرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها او تصبرين ولك الجنه. تمام؟ يبقى دل ذلك على ايه؟ على ان الافضل انك انت ما تطلبش من غيرك ان هو يدعي لك في امور الدنيا. فلما قالت يا رسول الله اني اتكشف، دعا له، يعني وهي بتسرع بثيابها بتنكشف عن العوره، فده امر بقى ايه؟ نقص في الدين. فنصم دعا لها في هذه الحالة ان هي لا تتكشف، ليه؟ لان ده امر ديني بقى. لكن الامر الدنيوي اللي هو الشفاء من المرض، نصم قال لا وتصبرين ولك الجنة. عشان كده الرجل الاعمى برضه لما قال لنصم يدعي له ان ربنا يكشف له عن بصري، وده امر دنيوي، نصم قال له ايه؟ او تصبر. تمام؟ يعني طب مش احسن تصبر؟ فلما اصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك انه ليس محرما لكنه خلاف الايه؟ خلاف الاولى. وفي حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وصفهم إيه؟ يعني لما نسم أخبر أن فيه سبعين ألف من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، الصحابة خاضوا في من يكونون هم بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، ثم لما خرج وجدهم يخوضون في ذلك فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، كل دي حاجات تنافي التوكل، بس الطيرة تنافي أصل التوكل أو التوكل الواجب، حسب الطيرة شركة أكبر ولا أصغر. طيب والاكتواء مكروه،
ينافي كمال التوكل المستحب. طيب والاسترقاء، يعني استرقاء طلب الرقية من الغير، تقول الواحد يرقيني. يرقيني يعني يعني يدعي لك بالشفاء، وده أمر دنيوي، يعني الشفاء البدني ده أمر إيه دنيوي. فطلب يعني كون إن أنت ترقي نفسك مستحب، ترقي غيرك مستحب، تطلب من غيرك يرقي غيرك مستحب، لكن تطلب من غيرك يرقيك. طلب الدعاء من الآخرين في أمور الدنيوية في درجة تعلق قلب بغير الله خفية، تمام؟ فالشرع جعلها خلاف الأولى، يعني لا هي حرام ولا هي مكروهة، لكن هي إيه؟ خلاف الأولى، تخليك مش من السبعين ألف. وصف السبعين ألف إيه؟ لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فلو أنت بتسترقي يعني بتطلب من غيرك أن يرقيك، كده أنت مش من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدل ذلك على أنه إيه؟ خلاف الأولى، واضح؟ طيب، لكن طلب الدعاء في أمور الدين أو طلب الدعاء مطلقا ده مش خلاف الأولى، بدليل أن في نفس الحديث كده أول ما الناس خلص الحديث عكاشة قال إيه؟ يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، هو بيطلب الدعاء أهو، قال أنت منهم. فده ليه؟ لأن هو ده دعاء في أمر إيه؟ ديني، طلب الدعاء في أمر ديني، واضح ولا إيه؟ يبقى أنت ادعي لنفسك في أمور الدنيا مستحب، ادعي لنفسك في أمور الآخرة مستحب، أطلب من غيرك يدعي لك في أمور الآخرة مستحب، اطلب من غيرك يدعك في امور الدنيا لا خلاف الاول. في ناس بتتخيل بقى يبقى كده ما ندعيش نفسنا في امور الدنيا، لا ادعي لنفسك انت، ارق نفسك انت، انما تطلب من غيرك بلاش، تمام؟ تلاقي بعض الطلبه مثلا يجي ايام امتحانات يروح كل ما يشوف واحد ايه امتحن ادعي لي ان انا انجح في امتحان، ادعي لي ان انا اجيب مش عارف امتياز، ادعي لي ان انا، ده كله ايه؟ خلاف الاولى، تمام؟ مش حرام ولا مكروه لكن خلاف الاولى. في واحد يقول لك بس انا عايز انجح في الامتحان عشان عندي اغراض دينيه، عندي نيه دينيه، يعني انا عايز انجح في امتحان بر بوالدي عشان مش عارف الدعوه، عشان النيات الدينيه دي مش هتخرج الامر عن كونه في الاخر هو من جنس الامور الدنيويه. والا فالمسلم لماذا يريد الاسترقاء؟ لماذا يريد الصحه؟ لماذا يريد الشفاء؟ الاصل المسلم ان نيته برضو ايه؟ حتى استطيع عباده الله عز وجل. ومع ذلك الناس قال لا يسترقون. فالعبرة مش نيتك هي، العبرة ده من جنس الأمور الدينية ولا من جنس الأمور الدنيوية؟ فمن جنس الأمور الدنيوية ما تطلبش من غيرك، تمام؟ وبرضو بنقول ده مش حرام ولا مكروه، بس ايه؟ خلاف الأول، واضح؟ يبقى تاني، تدعي لنفسك بخير الدنيا والآخرة ده أمر ايه؟ مشروع، تمام؟ ومنهم ما يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فانت ادعو لنفسك بخير الدنيا والآخرة، اطلب من غيرك ادعي لك طلب مطلق ادعي لي، او بأمر اخروي ديني، انما في امر دي دنيوي ده بقى ايه؟ خلاف الاول، واضح؟ طيب نرجع للي كنا فيه، كنا بنقول ايه؟ احتمالات مسألة التوسل بالصالحين. احتمال الاول التوسل بالصالحين بمعنى بمعنى دعائهم من دون الله، ده حكمه شرك اكبر. احتمال الثاني التوسل بالصالحين بمعنى طلب الدعاء من الأموات، ده شرك أصغر. احتمال الثالث التوسل بالصالحين بمعنى طلب الدعاء من الأحياء، ده مشروع إذا كان في أمر الايه؟ الآخرة أو أمر الدين، خلاف الأولى لو كان في أمر الدنيا، تمام؟ الاحتمال الرابع اللي هو التوسل في دعاء الله عز وجل، أن أنت تدعي ربنا وتتوسل بذوات المخلوقين، وده حكمه في خلاف سائق بين أهل العلم، والراجح المنع منه، واضح؟ طيب تنبيهات بقى اللي كنا نقول. اول تنبيه، بعض اهل العلم يطلق القول بان التوسل بالمخلوقين شرك، ما رايكم في ذلك؟ هذا الكلام موجود في كتاب من الكتب الجيده السلفيه في الجمله اللي على منهج اهل السنه، اللي هو كتاب عقيده المؤمن للشيخ ابي بكر الجزائري رحمه الله. فبيقول التوسل بالمخلوقين شرك، الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ نقول خانه التعبير، اللفظ ده غلط. ليه غلط؟ لان احنا ما نقولش ان التوسل بالمخلوقين شرك، ده التوسل بالمخلوقين منه ما هو مشروع اجماعا، ومنه ما هو في خلاف بين اهل العلم، ومنه ما هو بدعه اجماعا، ومنه ما هو شرك اكبر اجماعا، تمام؟ التوسل بالمخلوقين اللي هو مشروع اجماعا التوسل بدعاء الحي الصالح، ما هو الدعاء ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ ما هو افعال العباد دي مخلوقه لله. التوسل بالعمل الصالح، اعمالك الصالحه دي مخلوقه ولا مش مخلوقه؟
مخلوقة، فده كله توسل بمخلوق وهو مشروع إجماع. وفي توسل بالمخلوق في خلاف سائغ بين أهل العلم اللي هو التوسل بذات المخلوق، ده في خلاف سائغ والراجح المنع. وفي توسل بدعة مش شرك، مش شرك أكبر يعني، اللي هو التوسل بطلب الدعاء من الأموات. وفي توسل بقى شرك، الشرك الأكبر اللي هو إيه، اللي هو بقى اللي كان الشيخ يقصده، اللي هو المقصود منه اللي هو إيه، صرف الدعاء لغير الله، هو ده بقى الشرك. واضح ولا إيه؟ تمام. عشان بس بعض الناس بيتخيل ان دي عقيدة اهل السنة او ان ده المنهج السلفي او ان السلفيين بيقولوا كده، وبيرجع بقى بعد كده يعمل ايه، يتخذها تكأ، يطعن فيها في المنهج السلفي كله. شوف السلفيين بيقولوا ايه، بيقولوا التوسل بالمخلوقين شرك، مع ان التوسل بالعمل الصالح مشروع، ومع ان التوسل بدعاء للرجل الصالح مشروع. اقول له لا، ده غلط، يرد على قائله. السلفيين مش بيقولوا كده. واضح؟ اهل العلم اذا واحد منهم اخطا او خانه التعبير، غيره من اهل العلم بيردوا عليه ويصححوا له. تمام؟ واضح ولا ايه؟ والصحيح في المساله زمان التفصيل اللي احنا ذكرناه. طيب، برضو من الاطلاقات الخاطئه اطلاق بعض الافاضل ان التوسل بالمخلوقين او مساله التوسل في الدعاء مساله خلاف فرعي، وده قول الأستاذ حسن البنا رحمه الله في الأصول العشرين، بيقول إن مسألة التوسل في الدعاء دي مسألة من المسائل الخلاف الفرعي. يعني إيه خلاف فرعي؟ قصده خلاف سائغ يعني. وبرضو إطلاق القول ده خطأ، خطأ جدا كمان. ليه؟ لأن إيه اللي فيه خلاف سائغ بين أهل العلم؟ اللي هو التوسل بذات المخلوقين، أما التوسل بالمخلوق بمعنى طلب الدعاء من الميت، ده بالإجماع بدعة، وأضل منه أشد دعاء غير الله، ويقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وده شرك أكبر. فكون إن أنت تخلي دي فيها خلاف، ده كده ضلال مبين. وطبعا هو ده نابع عن طريقة الأستاذ حسن البنا في التوسط بين السلفية والصوفية. هو بيقول كده كعنوان كده إن الإخوان المسلمين عبارة عن إيه؟ دعوة سلفية وحقيقة سنية وطريقة وحقيقة صوفية وطريقة سنية. فبيحاول انه يجمع ما بين ايه؟ كل الاتجاهات يعني. فنقول لا، الحق الذي لا ينبغي المحيد عنه هو طريقة السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعيهم. ما ينفعش انا اتوسط ما بين طريقتهم وطريقة ناس اتوا بعدهم وابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم يشرعه الله. يعني غلاة الصوفية اللي هم بيقولوا مدد يا سيدي فلان، ينفع انا اقول الخلاف بينهم وبين اهل السنة خلاف فرعي؟ لا، ده كلامهم، ده اللي هو الصوفية غلاة الصوفية اللي بيجوزوا طلب الدعاء من الأموات، بل بيجوزوا بقى دعاء الأموات، دول خلافهم مناقض لأصل دين الإسلام. واضح ولا؟ يعني أصل دين الإسلام لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الله، وده جاي بيقولك لا عادي أطلب الدعاء من غير الله، أدعو غير الله. واضح ولا؟ تمام. وطبعا الصوفية بيلتقطوا الكلام ده، ما بيصدقوا يعني. عشان تقول لي طب هم يعني الصوفيه خدوا بالهم؟ خدوا بالهم. يعني احد شيخ طريقه العزميه كان كاتب مقال زمان في ايام حسني مبارك، كاتب مقال كده في ان ايه المانع يعني ان حد يروح يقول مدد يا سيدي فلان، وعادي ما هو الاستاذ حسن البنا اهو قايل ان المساله فيها خلاف فرع عادي. فهم بيلتقطوا الكلام ده وبيبنوا عليه يعني، بحيث انهم يحاولوا يقنعوا يعني اللي بيقبل من الرجل ده، اهو الراجل بيقول خلاف سائغ فعادي يعني، ما تشددوش في المساله. تمام. طيب، الله المستعان. طيب، باب الحكم بما أنزل الله. في عدة مقدمات كده قبل ما ندخل على صلب الباب، وهي أن نقول أولا أن الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والحكم بغير ما أنزل الله شرك في الأسماء والصفات، وشرك في الربوبية، وشرك في الألوهية. تاني، احنا قلنا ان الإيمان بالله اصطلاحا يقسم الى الإيمان بأسماء وصفاته، الإيمان بالربوبيته، الإيمان بالألوهيته. توحيد الله اصطلاحا يقسم الى توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. طيب، الفصل ده، فصل الحكم بما أنزل الله، او بعض الناس بيسميه توحيد الحاكمية، ده داخل في انهي باب من ابواب التوحيد المشهور عند اهل العلم؟
هنقول داخل في الثلاثة. ولو احنا اصطلحنا على جعله قسما رابعا فلا بأس بذلك. يعني افرض حد قال انواع التوحيد اربعة: توحيد الاسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الحاكمية. هل في غلط هنا؟ لا مشحة في الاصطلاح. واحنا قلنا في الاول خالص في اول كتاب المنة ان التقسيم ده تقسيم اصطلاحي لا مشحة فيه، ماشي؟ فعادي لا بأس بذلك. عايز تخليه قسم رابع، عايز تخليه فصل مستقل، ماشي. عايز تدمجه ضمن الابواب التلاتة اللي هو باب توحيد الاسماء والصفات والربوبية والالوهية، لا اشكال. واضح؟ تمام. وهنا طبعا احد المطاعن المزعومة على كتاب منة الرحمن. هنقول الكتاب ده هو من اروع كتب الاعتقاد، من اجمل كتب العقيدة اللي ممكن تدرس. كتاب منة الرحمن كتاب زي ما قلنا قبل كده ان هو شامل ابواب الايمان، شامل المخالفات المعاصرة، اسلوب سهل ميسر، مختصر، ففي مزايا كثيرة جدا جدا قل ان تجمع في كتاب واحد. تمام. فبعض الناس زي ما قلنا بيقولوا ايه، طب لا ما هو الكتاب ده اصل فيه مؤاخذات. طب ايه المؤاخذات دي؟ هو دي من ضمن الصور اللي بعض المؤاخذات اللي بيتكلموا عليها، يقول لك ايه اصله خلى باب الحكم ما انزل الله باب مستقل كده. يعني المفروض ان احنا عندنا باب التوحيد الاسماء والصفات، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، خلاص خلصنا كده الايمان بالله وخش على الايمان بالملائكه. فهو لا، ده جايب قسم مستقل كده سماه ايه، الحكم ما انزل الله. نقول القسم المستقل ده ضروره دلوقتي درسته. ليه؟ لان جد في الامه امر لم يكن موجودا قبل ذلك، اللي هو ان بلاد المسلمين تتحاكم الى القوانين الوضعيه. يعني انت في زمن المصنفات القديمه هل كان يتصور في يوم من الايام ان المسلمين يهجروا كتاب الله عز وجل ويتركوه وراءهم ظهريا ويتحاكموا الى احكام وضعيه؟ ده كان غير متصور اصلا قبل كده خالص. تمام. فدي مساله استجدت الحاجه الى الكلام فيها واشباعها. واضح؟ لمساله الحكم بغير ما انزل الله، لذلك احتاجت الى ان تفرد بالدراسه في باب مستقل، والا كان ممكن تدرس ضمن توحيد الاسماء والصفات وضمن توحيد الربوبيه وضمن توحيد الالوهيه. مفهوم ولا ايه؟ تمام. ممكن اصطلاح. طيب بنقول بقى تاني، نرجع ونقول ان الحكم بما انزل الله داخل في توحيد الاسماء والصفات وداخل في توحيد الربوبيه وداخل في توحيد الالوهيه. ايه الدليل؟ اولا داخل في توحيد الاسماء والصفات لان من اسماء الله تبارك وتعالى الحكم. الدليل على ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. تمام. حديث أبي شريح رضي الله عنه الذي كان اسمه أو كانت كنيته قبل ذلك، كانت كنيته أبا الحكم. ليه؟ كان بيحكم بين الناس فيرضون بحكمه، يحكم الناس بالعدل فيرضون بحكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير إيه هذه الكنية، سماه أبو شريح، كناه أبا شريح. تمام. ليه؟ قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فعشان أنت تبقى اسمك ما تنفعش تبقى كنيتك أبو الحكم. تمام. فيبقى ده نص في القرآن وفي السنة على أن من أسماء الله الحكم. تمام. ومن صفات الله صفة الحكم: إن الحكم إلا لله. فيبقى دي من أسماء الله وصفاته. ثم من معاني ربوبية الله تبارك وتعالى المعنى الثالث لو فاكرين، اللي هو انفراد الله عز وجل بالأمر والنهي والتشريع والسيادة. فاكرين معاني الربوبية الثلاثة؟ اللي هو المعنى الأول خلق والرزق والتدبير والأحياء والإماتة والضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع. المعنى الثاني الملك. المعنى الثالث انفراد الله بالأمر والنهي والتشريع والسيادة. هو المعنى ده بقى، هو ده بقى إيه اللي هو داخل فيه مسألة الحكم بما أنزل الله. ليه؟ الله عز وجل هو الذي يأمر فيطاع، هو الذي يشرع فيخضع لتشريعه، فعشان احنا نخضع لتشريع حد غير ربنا. فده من معاني ربوبية الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل قال: إن الحكم إلا لله. تمام. وقال: ألا له الخلق والأمر. تمام. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. إزاي؟ بطاعتهم في
في التحليل والتحريم، تمام؟ ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم. يبقى أربابا من دون الله، يبقى ازاي خلوا الأحبار والرهبان أربابا بطاعتهم في التحليل والتحريم؟ فدل ذلك على أن الحكم بما أنزل الله من معاني ربوبية الله، تمام؟ طيب، وكذلك نقول إن الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية. إزاي؟ بنقول التحاكم إلى شرع الله عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. مش احنا قلنا الشرك في الألوهية صرف أي عبادة من العبادات لغير الله؟ من العبادات التحاكم إلى شرع الله، سواء كنت حاكما أو محكوما. يعني الحاكم يتحاكم إلى شرع الله، بمعنى يحكم به بين الناس، والمحكوم لا يلجأ إلى التحاكم أو لا يتحاكم إلا إلى شرع الله أو إلى من يحكم بشرع الله. واضح؟ دي عبادة. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى أي مؤمن عشان يبقى مؤمن يلزم أنه هو يتحاكم إلى شرع الله الذي جاءت به رسل الله. الرسول ده جاء بشرع الله، ما تبقاش مؤمن إلا لما تتحاكم إلى هذا الشرع الذي جاء به الرسول عن الله تبارك وتعالى، تمام؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، تمام؟ قال الله عز وجل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، تمام؟ يبقى كل ده يدل على إيه؟ على أن التحاكم إلى شرع الله عبادة، وهي متضمنة لعبادة، لمعنى عبادة مهمة جدا، عبادة الطاعة. مش احنا قلنا الطاعة المطلقة عبادة صرفها لغير الله شرك؟ فلو واحد عنده طاعة مطلقة لقانون وضعي ولا الطاغوت ولا، وبيطيعه فيما يأمر فيه وينهى فيه، ده كده ايه؟ أشرك بالله عز وجل، تمام؟ عشان كده بنقول بقى أن الحكم بغير ما أنزل الله شرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية. يبقى تاني المقدمة الأولى بنقول أن الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. المقدمة التانية عكسها بقى، الحكم بغير ما أنزل الله شرك في الأسماء والصفات وشرك في الربوبية وشرك في الألوهية. شرك في الأسماء والصفات لأن أنت جعلت لله ندا من أسماء الله الحكم، من صفات الله الحكم، فإذا أعطيت لغير الله صفة الحكم المطلق إن ولي أنه يحكم بما شاء وإن ضاد حكم الله، فقد جعلته ندا لله في صفة من صفات الله، يبقى شرك في الأسماء والصفات. وكذلك شرك في الربوبية اللي هو إذا أعطيت لغير الله أحقية التشريع المطلق أن يشرع ما يشاء ويأمر وينهى بما شاء، فقد جعلته ربا من دون الله عز وجل، زي ما في الآية: اتخذوا أحبارهم وأربابه واتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. واضح ولا إيه؟ وقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيبقى لو واحد انت اديت له حق ان هو يشرع ما يشاء، ده شرك بالله في ربوبيته، تمام؟ وقال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه احدا. يبقى معنى الحكم ده من المعاني التي انفرد الله بها لا يشرك فيها احدا، يبقى شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية، شرك في الألوهية كذلك. يعني لو تحاكمت إلى غير الله فقد صرفت عبادة لغير الله وأشركت بالله. الدليل قال الله عز وجل: ولا تشرك في حكمه أحدا. آية ولا يشرك في حكمه أحدا في سورة الكهف في قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. يبقى أنت لو أنت كعبد تحاكمت إلى غير الله فقد أشركت في حكم الله عز وجل، تمام؟ وأيضا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال، وكان ذلك أثناء تحوله من النصرانية إلى الإسلام، قال: يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، يعني احنا مش بنعبد الأحبار والرهبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. شوف لفظ الآية يدل على الشرك في الربوبية أربابا، لكن الحديث يدل أيضا على الشرك في الإيه؟ في الألوهية. أنتوا لما أطعتموهم في هذا التحليل والتحريم فهذه عبادة، فتلك عبادتكم إياهم، يدل على ده شرك في الألوهية أيضا. واضح ولا؟
تمام. يبقى بنقول تاني مقدمتين. المقدمة الأولى إن الحكم غير ما إن الحكم بما أنزل الله من توحيد الأسماء والصفات ومن توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية. العكس بقى المقدمة التانية، إن الحكم بغير ما أنزل الله، شرك في الأسماء والصفات وشرك في الربوبية وشرك في الألوهية. المقدمة التالتة أن الحكم بغير ما أنزل الله أصل من أصول الكفر. الحكم بغير ما أنزل الله أصل من أصول الكفر. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى اللي يحكم بغير ما أنزل الله ده ربنا سماه طاغوتا. واضح ولا ايه؟ طيب نقرا الكلام بقى من الكتاب. الحكم بما أنزل الله. قال: من خصائص الربوبية اعتقاد انفراد الله بحق الحكم والتشريع. ده من خصائص الربوبية ومن خصائص الايه؟ وأيضا هو من صفات الله عز وجل ومن أسمائه، وأيضا من العبادات التي لا تصرف إلا لغير الله. ده داخل في ايه؟ في الثلاث أنواع. تمام، هيجي معنا. يقول: من خصائص الربوبية اعتقاد انفراد الله بحق الحكم والتشريع. قال الله: ألا له الحكم، وقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا. ومن العبادة، شوف يبقى من خصائص الربوبية وأيضا من العبادة التي يجب صرفها لله دون من سواه، التحاكم إلى شرعه وقبول حكمه والرضا به. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى مش إحنا بنتحاكم لشرع ربنا بس عشان مصلحتنا فيه، عشان نعرف نفض النزاعات، عشان شرع ربنا أفضل من غيره، مش بس عشان كده، لأن دي عبودية منا للذي خلقنا. تمام، الله الخالق للكون ينبغي على عباده أن يخضعوا لأمره ونهيه وحكمه وأن لا يخضعوا لسواه. واضح؟ قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل من يحكم بغير ما أنزل الله. قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، وهما ينقسمان. عندكم كده؟ وهو ينقسم، وفي النسخة القديمة وهما اللي هو الشرك والكفر دول ينقسمان إلى أكبر وأصغر. في النسخة الأحدث وهو ينقسم لو كفر ده إلى كفر أكبر وكفر أصغر. إيه بقى القصة دي؟ طيب نقول الحكم بغير ما أنزل الله باتفاق أهل العلم منه صور ناقلة عن الملة وصور غير ناقلة عن الملة. يعني إيه؟ يعني في حكم بغير ما أنزل الله ناقل عن الملة، وحكم بغير ما أنزل الله غير ناقل عن الملة. إيه ضابط الحكم بغير ما أنزل الله الناقل عن الملة والحكم بغير ما أنزل الله غير الناقل عن الملة؟ ضابط الناقل عن الملة هو الحكم بغير ما أنزل الله الذي يتضمن رد حكم الله واستبداله بغيره. حكم بغير ما أنزل الله الذي يتضمن رد حكم الله أو استبداله بغيره، ده كده إيه؟ كفر أكبر ناقل عن ملة. طيب الحكم غير ما أنزل الله هو مش ناقل عن ملة، ده عبارة عن الانحراف العملي مع الإقرار والالتزام بحكم الله. إن يحصل انحراف عملي مع الإقرار والالتزام بحكم الله. هنشرح دي دلوقتي بعد فترة، هنشرحها بعدين يمكن المرة الجاية أو آخر المرات.
لكن نرجع ونقول بما ان كده كده الحكم بغير ما انزل الله يشمل ما هو ناقل عن ملة وما هو غير ناقل عن ملة، يشمل كفر اكبر وكفر اصغر. طب احنا عندنا ثلاث ايات في سوره المائده: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. طيب في ضوء معرفتنا ان الحكم غير ما انزل الله قسمين، ناقل عن ملة وغير ناقل عن ملة، كيف نجمع بين هذه الايات؟ في طريقتين لاهل العلم. الطريقه الاولى أن نقول إن اللي يقع في صورة من صور الحكم غير ما أنزل الله الناقل عن الملة تنطبق عليه آية الكافرين فأولئك هم الكافرون، واللي يحكم بغير ما أنزل الله بصورة غير ناقل عن الملة تنطبق عليه آية الظالمين والفاسقين فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. دي طريقة. الطريقة الثانية أن نقول لا، كل من يحكم بغير ما أنزل الله كافر ظالم فاسق. إذا كان عمل صورة من صور الحكم غير ما انزل الله الناقل عن الملة هيبقى كافر كفر أكبر، ظالم ظلم أكبر، فاسق فسق أكبر. طيب إذا كان عمل صورة من الصور غير الناقل عن الملة هيبقى كافر كفر أصغر، ظالم ظلم أصغر، فاسق فسق أصغر. مفهوم كده الطريقتين؟ أعيدهم تاني. بنقول الطريقة الأولى للجمع بين هذه الآيات، إزاي نجمع بين الآيات الثلاثة؟ يعني اللي يحكم غير ما انزل الله كافر ولا ظالم ولا فاسق؟ بنقول عندنا الطريقة الأولى، نقول يا ترى أنت عملت إيه؟ عملت حاجة تخرجك عن ملة الإسلام يبقى أنت كافر، عملت حاجة لا تخرجك عن ملة الإسلام يبقى أنت ظالم أو فاسق. دي الطريقة الأولى، أن يخلوا الصور الناقلة عن الملة تنطبق على الآية الأولى آية الكافرين فقط، والصور غير ناقلة عن الملة دي إن كانت لظلم وهوى فتنطبق على آية الظالمين، وإن كانت لشهوة فتنطبق على آية الفاسقين. يعني في الآخر لو خارج الملة يبقى فأولئك هم الكافرون، لو مش خارج الملة يبقى فأولئك هم الظالمون والفاسقون. تمام؟ دي الطريقة الأولى للجمع. الطريقة الثانية، ولعل الطريقة الثانية يعني إيه أظهر، إن كل حاكم بغير ما أنزل الله كافر ظالم فاسق، لأن الآيات مكررة في نفس السياق وراء بعض. بتقول لك ان اللي ما بيحكمش بغير ربنا كافر، وبعد شويه تقول لك اللي ما بيحكمش بغير ربنا ظالم، بعد شويه تقول لك اللي ما بيحكمش بغير ربنا فاسق. فالايات في سياق واحد، فالاولى ان يقال ان كل حاكم بغير ما انزل الله كافر ظالم فاسق. ازاي؟ نقول لو ارتكب صوره من صور الحكم غير ما انزل الله الناقل عن المله يكون كافرا كفرا اكبر، ظالما ظلما اكبر، فاسقا فسقا اكبر. لو ارتكب صوره من صور الحكم غير ما انزل الله غير الناقل عن المله يكون كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر. وده مبني على أن يعرف أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، والظلم ينقسم إلى أكبر وأصغر، والفسق ينقسم إلى أكبر وأصغر. يعني أحيانا يستعمل كلمة الكفر بمعنى الكفر الأصغر، وغالبا يستعمل في القرآن والسنة بمعنى الكفر الأكبر. طب الظلم والفسق العكس، احيانا بيستعمل بمعنى الظلم الاكبر، وغالبا بيستعمل بمعنى الظلم الاصغر. احيانا الفسق بيستعمل بمعنى الفسق الاكبر، وغالبا بيستعمل بمعنى الفسق الاصغر، لكن في الاخر كل واحد من الثلاثه وردوا اكبر واصغر. طيب تاني بنقول في القران والسنه لما نيجي نشوف لفظه الكفر ولفظه الظلم ولفظه الفسق هنلاقي الالفاظ دي بتستعمل في سياقات للدلاله على الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر اللي هو خارج ينقل عن ملة الإسلام، وأحيانا في سياقات أخرى بتستعمل بمعنى إيه؟ الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. لكن الغالب في الكفر استعماله في الأكبر، والغالب في الظلم والفسق استعماله في الأصغر. تعال نجيب التلاتة. أولا الكفر الأكبر كقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تمام؟ كفار هنا كفار إيه؟ الكفر الأكبر. تمام؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. تمام؟ يبقى الكافرين إيه؟ كفر أكبر. طيب الكفر الأصغر زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر ايه؟ اصغر. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى امراه في دبرها او من اتى امراته في دبرها فقد كفر
بما أنزل على محمد، كفر إيه؟ أصغر. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من مولاه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر إيه؟ أصغر. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، كفر إيه؟ أصغر. تمام؟ طيب. الظلم الأكبر زي إيه؟ زي قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الظلم إيه ده؟ أكبر. وزي قول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، ده ظلم إيه؟ أكبر. طيب ظلم أصغر زي إيه كده؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ده ظلم إيه؟ أصغر. تمام؟ ماشي. طيب الفسق أكبر وأصغر برضه. فسق أكبر زي إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ده فسق إيه؟ أكبر. وزي إن المنافقين هم الفاسقون، ده فسق إيه؟ أكبر. طيب فسق أصغر زي سباب المسلم فسوق، تمام؟ ده فسق إيه؟ أصغر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فسق إيه؟ أصغر. تمام؟ طيب يبقى بنقول ان كل منهم يحتمل المعنى الاكبر والاصغر. فبنقول الطريقه الثانيه للجمع ما بين الايات الثلاثه ان يقال ان كل حاكم بغير ما انزل الله كافر ظالم فاسق سواء اكبر او اصغر. طيب قلنا ضابط الكفر الاكبر ايه وضابط الكفر الاصغر ايه، او ضابط الحكم غير ما انزل الله نقل عن مله وغير نقل عن مله، نعيدهم مره اخيره وننهي كده الكلام النهارده ونقرأ الكلام بقى تفصيلا المرة القادمة. نقول ضابط الحكم بغير ما انزل الله نقل عن الملة، يعني واحد حكم بغير ما انزل الله بطريقة بشعة بطريقة اخرجته عن ملة الاسلام، عمل ايه الرجل ده بقى؟ ايه الضابط؟ اللي هو حكم غير ما انزل الله بحيث رد حكم الله واستبدله بغيره. تمام؟ لا انا ما يلزمنيش الكلام ده، انا هحكم بحاجة تانية، تعال احكم بكلام ربنا، ما احكمش بكلام ربنا، احكم باي حاجه، بالقانون الوضعي، بالقانون الوسيط، بالكتاب الاخضر، اي هباب ازرق. تمام؟ يحكم باي حاجه غير كلام ربنا، فده كده ايه؟ رد حكم الله، استبدل حكم الله بغيره، ده كده ايه؟ خارج عن مله الاسلام. طيب الثانيه اللي هو ضابط الحكم غير ما انزل الله الذي لا ينقل عن الله، اللي هو الانحراف العملي التطبيقي مع الاقرار بحكم الله والالتزام به. يبقى واحد بيقول انا السارق من ثبتت سرقته عندي قطعت يده، حكم ربنا. بعدين جاب ابن عمه سرق، قال لا 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 الشهود دول مش صادقين، ده الشهود دول مش عدول، انا ارد شهادة الشهود. روح يا ابن، رد شهادة الشهود وراح ايه؟ مروح ابن عمه، ما عاقبوش بقطع يده. هل ده كده حكم بغير ما انزل الله ولا حكم بما انزل الله؟ حكم بغير ما انزل الله، بس ده عمل ايه؟ انحراف عملي تطبيقي مع اقراره بحكم الله والتزامه به. اقراري بحكم الله يعني ايه؟ يعني بحكم ربنا ان السرق تقطع يده، والتزامي بيه يعني ده يلزمني ان انا اي حد يسرق اقطع يده، بس ده ما سرقش اصلا، هو سرق، هو عارف ان هو سرق بس يقول لك ما سرقش. تمام؟ كذاب. واضحه ولا ايه؟ تمام. فيبقى ده ضابط الكفر الاكبر وده ضابط الايه؟ الكفر الاصغر، مع الانتباه الى ان هناك عقائد تخرج عن الملة، عقائد فاسدة تكفر صاحبها إن اعتقدها ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. يعني ممكن واحد قاعد في بيتهم ما حكمش بغير ما أنزل الله، بس يعتقد إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو إن حكم غير الله مساوي لحكم الله، أو إن حكم الله تبارك وتعالى غير ملزم، أو يجحد حكم الله يقول له ده حكم ربنا مش كده، ينكره. فدي كلها إيه؟ عقائد فاسدة مكفرة متعلقة بقضية الحكم ما انزل الله، بس دي مش بنتكلم على الفعل، احنا بنتكلم كده على عقيدة، انما كأفعال واحد بيحكم بغير ما انزل الله، ضابط المكفر وغير المكفر هو المكفر انه يرد حكم الله او يستبدله بغيره، غير المكفر انه ايه؟ يخالف عمليا مع الاقرار والالتزام بحكم الله. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. طبعا الكلام ده هنستصحبه معنا المرة الجاية بقى لما نقرأ فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، اللي هو نقلها الشيخ في الكتاب هنا، المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عشان تستغفر وتتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.